تعبر عن رفضنا لسياسة التمييز العنصري. هذه الشوارع التي فتحت على أراضي نتا، هناك شارع فلسطيني وهناك شارع إسرائيلي، وضع هناك جدار ما بين هذه الشارعين. هذا تظاهرنا كان على شارع المستوطنين الذي نمنع من السير عليه، والذي هو بالفعل بداية لتنفيذ مخطط إيوان الذي يهدف من خلاله السيطرة على بادية شرقي القدس. هم القتلة المجرمين، احنا الكادحين. عتاب لزوز أخوه، لزوز أخوه، لزوز أخوه. خلص.